الرحمن الرحيم. أثناء المشي الذي ينظمه فريق البرق الآن من سرور إلى الخوض، كيف يمكن التنسيق يعني مراعاة ومتابعة المشاركين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انطلق المسار في الساعة 7:10 الجميع اللي مسجلين في الحضور الجميع هذا بسيط اللي يعتبر. نعم. وبالنسبة للمسار الحين بالنسبة على قائد المسار انه هو يخفض من السرعة ويهدي. نعم. يعني يرغبهم يكون حتى الجميع يكون يوصل الجميع متقارب في وقت واحد. نعم جميل. لاحظت انكم ايضا تتابعوا اسماء المشاركين عند بداية يعني انطلاقة البرنامج، ما أهمية هذا؟ أهمية هذا لكون أنه هنا بعد ما إداريات قطر يكون هناك حافلة في نهاية المسار مع كل العدد هم اللي حاضرين وكل العدد هم اللي يعتبر. نعم جميل. على الكشف اللي موجود سهولة الكشف اللي الدفع المسبق هو أفضل شيء. نعم. بدل أنك تدفع في نفس الموقع أفضل شيء. نعم. إذا في تعذر ولا شيء لا قدر الله إن كان إحنا نرجع له. نعم. قيمة المسار ايضا ما هي رسالتك للمشاركين؟ لاحظ احيانا بعض المشاركين استعملوا العلب ويرميوهن في الأودية وما شابه ذلك. والله في برامج اخرى نوانا عليهم حقيقه بالنسبه لرمي العلب. جميل. غلط حقيقه. نحن مزودين ان شاء الله في عندنا سيارات متواجده اكياس القمامه هذه. نعم. ان شاء الله تبعنا نحث المشاركين عدم الرمي هذه العلبات لان هذا يسيء للبيئه وتتكاثر الاوساخ والحشرات على هذا العلب البلاستيكي. ما دلاله وجود هذا الجمع الكبير من المشاركين في هذا البرنامج؟ والله دلاله ان حب الناس لرياضه المشي والاستفاده من المشي والبرامج هذه الحين اصبحت يعني منتشره على سلطنه عمان. نعم. بشكل كبير الحمد لله. نعم. وهذه هي تعود الرياضه لنفس الشخص المشارك بفائده. جميل. ما ابرز المكتسبات التي حققتها فرق المشي في برامج المشي؟ والله كثير من المكتسبات اللي حققتها هي التعارف. نعم. بعد كذلك زيارة المواقع الأثرية في سلطنة عمان. نعم. وكذلك توجه منهم الاكتشاف في دول أخرى. بعض الفرق بدأت أن تعمل برامج خارج السلطنة. نعم ما شاء الله. جميل. سعدت كثيرا بالحديث مع الكابتن يعقوب المسلمي رئيس فريق البرق للمغامرات والمسير الطويل. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جميعا بارك الله فيك.